ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهارده عن شاب وفتاه اتعرفوا على بعض من خلال الانترنت ووقعوا في الحب، وطلب الشاب ان يراها فوافقت، وهنا كانت المفاجاه. كان هناك شاب وفتاه اتعرفوا على بعض من خلال الانترنت، بدات بينهما الصداقه، ثم تحولت الصداقه الى اعجاب، ثم الاعجاب الى اهتمام، ثم الاهتمام الى حب. ولكن الحب حقيقي دون ان يرى كلاهما الاخر. طلب الشاب من الفتاة أن يراها، وافقت الفتاة أن تنتظره في الحديقة العامة وتمسك في يدها وردة حمراء، ولكن اشترطت أنه إذا لم يعجب بها أن يمشي دون أن يعرفها بنفسه. وافق الشاب وجاء اليوم الموعود. ذهب كلاهما إلى هناك، وعندما وجد الشاب الوردة الحمراء نظر للفتاة فوجدها شديدة القبح وليست جميلة، فتراجع سريعا خلف الشجرة وأخذ يبكي من شدة حبه لها، ولكنه مسح دموعه وتذكر أخلاقها ورئتها فوقف خلفها وقال: أنا الشاب الذي يحبك. التفتت الفتاة وقالت: وأنا لست الفتاة التي تحبك، ولكنها تقف مختبئة هناك. نظر الشاب فوجد فتاة شديدة الجمال والرقة، فقالت الأخرى: هي من طلبت مني أن أجلس هنا حتى تختبر حبك لها. الحب ليس لجمال المظهر بل لجمال الروح. ودي كانت نهاية الفيديو. يا رب تكون عجبتكم القصة. هسيب لكم رابط المصدر بتاع القصة أسفل الفيديو في صندوق الوصف تحت علشان الناس اللي بتشك في القصص دي. وما تنساش تعمل لايك وفعل زر الجرس واشترك في القناة لو مش مشترك، وشير علشان غيرك